بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة احنا في جولة في قصر الأواني الرياض، طريق خريس، بجوار أسواق جرير الجديدة، فرع النهضة. حضراتكم الطلب مني إن أنا أعمل فيديو عن الغدار الأوكراني اللي هو الصاج، يعني بالأسعار وبالمقاسات. يعني هنا نقول بسم الله، هنا الغدار ده 3.5 لتر ب135 ريال اهو، والغدار ده 5 لتر ب155 ريال، كبير ما شاء الله اهو. والشكل ده 4 لتر و5.7 و7.5 يعني ب64 ريال، ب64 ريال. طب ما حلو، هو ده اغلى عشان الغطا بتاعه، عشان المقبض بتاعه ده، اليد بتاعته عشان الغطا، الغطا ازاز، عشان كده هو اغلى. والشكل من جوه هوريكم بقى حلقه قريبه اهي، الشكل من جوه عشان المقبض ده اليد، وهو من جوه شكله ابيض ما شاء الله، ابيض زي الفل، زي قلوبكم البيضاء اهو. والغطا بتاعه ازاز اهو. يجيلك الشكل ده ارخص شويه على عشان الغطا بتاعه صاج اهو، واليد بتاعته صاج مش استل زي دي، ب64 ريال. الشكل ده ب32 ريال اهو، اوكراني كله 75 ريال، 2.5 لتر، وده 3.5 لتر ب59 ريال. هنا في ده البومبيه، وده اللي هو المدور العادي بقى، الشكل ده 58 ريال، 68 قصدي، وهو 3 لتر. الشكل ده 68 وهو 3 لتر. في اصغر شويه، دي تنفع علب تلاجة، يعني ايه تحط فيها الاكل ويتحط في التلاجة، يعني 36 ريال. بس انا وهفضل اكرر يا جماعة ان هو ايه، لو وقع او اتخدش بيطقش اهو وبيصد مكان، عشان نبقى على نور، عشان دي احنا ناس فلاحين، وكنا بناكل في الحاجات دي زمان، كانت حياتنا كلها اللي هي الحلل الصاج وطبق الرز الصاج وكده يعني، والبرد الصاج وكده، كان اول ما بيطقش بيروح مصدي مكانه على طول. دي عن تجربة يعني. 36 ريال الشكل ده، هو شكلها حلو، وعايز اللي يحافظ عليه يعني، ما يقعش ما يتخدش، لو اتخدش او وقع واتطقش خلاص بيصد مكان. اوكراني مش اوكراني، هو مصنوع من الصاج، والصاج بيصد، بس بيدلو مادة طلاق كده. 89 ريال 5 لتر اهو، الشكل ده 89 ريال 5 لتر. الشكل ده ب77 ريال 4.5 لتر، 32 ريال الزبدية دي ايه، والغطا بتاعه. هو ليه استعمالات كتيرة يعني، ده مومبي سادة مش عليها رسومات يعني، والغطا بتاعه ازاز. اللي عايز عليه رسمة موجود، اللي عايز سادة موجود. 59 ريال 69 ريال اهو، انا بقرب مش بوريكم الحاجة مظبوط اهو. 155 ريال 5 لتر اهو، واللي اليد بتاعته استلس والغطا ازاز اهو. كم لتر ده؟ 5 لتر. دي بقى تنفع اطباق للرز اهي، اهي ما شاء الله شكلها حلو، احنا كانوا بيعرفوا لنا فيها الرز زمان. ب42 ريال، مقاس 27 سنت، ده كانوا بيغرفوا لنا في الطبيخ اهو، مقاس 26 ب39 ريال، وتقيل تقيل بصراحه تقيل.
في كوبايات اهي كنا بنشرب فيها المية برضو ب22 ريال اهو. في احجام بقى الكبير شوية ده ب38 ريال بس تقيل بصراحة يعني ميدن اوكرانيا. في زبديات صغنطوطة لعبة يعني الزبدية بكام يا اخويا؟ على 39 ريال الزبدية على 39 ريال حسب الحجم يعني. هنا دي صينية فرن غدار غطاها تقيل اهو غطاها اهو الواحد بيخاف من الطقشة دي ب34 ريال صينية الفرن دي. هنا دي بقى نقشة من التراث اهي بس ده صناعة اندونيسي مصنوع للسيف صناعة اندونيسي من 1980 ما شاء الله ادول سنين كتيرة. ودي ب12 ريال الزبدية الصغنطوطة دي دي ب13 ريال الاكبر شوية دي ب17 اهي. دول الاحمر ده اندونيسي والابيض ده اوكراني. وفي طبق كبير ما شاء الله الطبق الكبيرة دي بتاع زمان بس مش عارف اشيل. في الاكبر شوية ب72 ريال دي طبق رز. هنا في بقى طقم سفرة غدار اوكراني اهو اشكال كده اهو هو ده 12 قطعة بكام ما تتخضوش ب229 ريال ال 12 قطعة ب229 ريال توفر منه اللون ده واللون ده واللون ده واللون ده. هنا بقى دي الاطباق التونسي صحن فخار مدور مسطح ب25 ريال. هنا زي طاجن اهو ده ب29 ريال للطاجن المستطيل ده ب45 ريال. الطبق الكبير ده بشوفه ماما بيطبخوا فيه كم ثواني ب86 ريال ب86. هنا قدر فخار اهو ب67 ريال نحس الاسعار مبالغ فيها شايف كله ده من التراث التونسي اهو. ده بقى اللي احنا صورناه امس ده الايطالي فخار ايطالي اهو سخن شوكولاتة فخار ايطالي ده بيسخن الشوكولاتة تحط الشمعة من هنا وتحط الشوكولاتة من هنا. وده ايه ده بقى زبدية فخار ايطالي. وايه ده بقى ده غطا صحن فخار. طب ازاي ايوه ده صحن فخار هي الحاجات دي الفخار دي صحية بتاع ايام زمان كان اهلنا كلهم بياكلوا في الفخار زمان والنحاس والله والنحاس دي كلها فخريات يمشي معاه النظام المغربي يعني وكده اهو الطاجن المغربي اهو ده التركي باين ده النظام التركي اهو. هنا ده سلة خبز ب7 ريال اخيرا لقيت حاجة يعني رخيصة شوية 7 ريال. دي ركوة اهي للقهوة ب20 ريال يعني ب19 ريال 95 هلل اهي ركوة للقهوة.
هي في منها احجام وحسب الحجم السعر يعني. دي ركوة قهوة فخار. انا حضراتكم طبعا دي اطقم عشا. اهي اشكال كتيرة، هي بصراحة اشكال متنوعة يعني. على كل 350 ريال بتاخدوا كام؟ 91 ريال خصم. اهو دي كلها اطقم عشا اهي. في منها اشكال جديدة وفي منها اشكال قديمة. الطقم ده 16 قطعة بكام؟ ب429. ويا جماعة هو الخصم على كل 350 ريال بتاخدوا 91 ريال. انا خايف اقول لكم الاسعار تزعلوا مني. الطقم ده طقم سفرة، بس هو كشكل حلو ورقيق يعني. 67 قطعة. اقول السعر ولا تزعلوا؟ ب3068 ريال. وميدن شاينا، اللي هيسألنا الماركة بتاعتها ايه، هو ميدن شاينا. خلاص، عشان كده مش قادر اقول اسعار يعني. يعني اتفرجوا معايا بس يعني، عشان ما نبقاش جينا على قلة فايدة يعني. اهو كل دي اطقم عشا واطقم سفرة برضو. الشكل ده حلو. طقم السفرة بورسلين 84 قطعة ب548 ريال. اهو لقينا يعني حاجة رخيصة، بس الماتيريال بتاعه مش اللي هو يعني، او الصفاء الخامة يعني، عشان نبقى على نور يعني. اهو الشكل ده هو حلو بألف تلت، هو 62 قطعة ب1319. الشكل ده حلو برضو، هيطفي النور اهو، ب729 قطعة ب769 ريال. حلو اهو. هو يا جماعة هنا بقى خاص بالحلويات، هنا كل شيء خاص بالمخبوزات يعني والحلويات. هنا صاج مخبوزات اهو، تقيل بصراحة، تقيل ب59 ريال. مكتوب صينية فرن 54 سنتي ب59 ريال. هنا صينية ده ما شاء الله كبيرة، صينية كيك كبيرة 48 عين ب69 ريال. هنا دي كب كيك ب26 ريال 12 عين. دي خاصة بالبيتزا ب21 ريال. دي خاصة بالبيتزا ب21 ريال. ده على شكل قلوب اهي، قالب كوب كيك 24 خانة، قالب متحرك، قلبه متحرك يعني، ب29 ريال. هنا ده على 10 ريال، ده على 10 ريال. دي حاجة رخيصة. هنا دي زي تحت المانجا، انا شفتها عند حد قبل كده يعني في اليوتيوب اهو. دي بكام دي بقى؟ بكام؟ ب43 ريال. على 43 ريال دي، يعني 43 ريال. ودي جاي معاها سكينتين، سكينة وزي السيخ كده يعني. هنا دي اولي بكيك على 21 ريال، مطلي تيفال. كم سنتي دي؟ 24 سنتي، 5 × 8
ب21 الى بصراحة. وفي اللي هو المتحرك، المتحرك اهو على 20 ريال. دي ب10 ريال القلب دي، ودي ب24 ريال. دي كلها قوالب كيكة يا جماعة، بس عشان هيقفلوا زي كل يوم باجي متأخرة اهو. دي تقيلة اهي ب13 ريال. ودي صاجة خبزة اهي ب27 ريال. دي صواني خبز حلوين حلوين، ده ب17. انا مش مركزه. دي صاج خبز اهو ب29 ريال الصاجه دي، وتقيله بصراحه. الحاجه اللي شايفاها كويسه بقول لك. دي صينيه شوي ب22 ريال، صينيه الشوي البيضاويه 45 سنتي، 33، 5 × 33 احنا احسن حاجه نستنى عروض اخر السنه. وكل ما هو العرض اللي موجود اشتروا ب350 تاخدوا خصم 91 ريال. هو ده العرض الموجود ده الحين في قصر الاواني. هنا في صواني استلس كتيره، تباس يعني استلس اشكال كتيره، والاستلس بتاعهم بصراحه جميل. ده ب21 ريال البيضاوي، ده مقاس 4 أو 40 سنتي، 40 سنتي. ودي ندور، دي 30 سنتي ب20 ريال. دي قلناها دي صينية جرانيت كوري اهي الحالة ب159 ريال وسط. هنا مكتوب 159 وهنا مكتوب كام؟ 144 ريال. جرانيت كوري نيوفلام، نيوفلام اهي نيوفلام اصلي. اللي بيسأل عن نيوفلام يا جماعة موجودة اهو في قصر الاوان اهو، بس صواني جرانيت. كل دي صواني بقى ب92 ريال. صينية فرن بصراحة يا جماعة في أسعار مبالغ فيها يعني بصراحة. نختم هنا بقى ان شاء الله، ونشوفكم في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحوني انا كان نفسي اجيب لكم حاجات يعني في متناول اليد يعني كده، ويكون اسعارها مناسبة لنا جميعا. بس هنا الحاجة الوحيدة انه انت بتشتري ب350 تاخد خصم، تاخد خصم كام؟ تاخد خصم 91 ريال. ده 55 سنتي ب45 ريال. والشكل ده تقل شوية، ده 45 سنتي ب62 ريال، بس تقيل بسرعة. يا رب الشكل ده 35 سنتي ب38 ريال. لنختم هنا بقى ان شاء الله على الصواني دي، ونشوفكم في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.